كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشجع أصحابه دائما على الخير، وقال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: ما من عبد ينفق زوجين في سبيل الله إلا نودي يوم القيامة أن يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض